السندوتشات التركي عملنا هالمرة دريسنج شوي صحي، لأنه عادة كنت أخلطه مع مايونيز، فاليوم عملته باللبن الزبادي مع مسترد ومع ريحان مفروم وملح وفلفل وزيت وليمون. دهنت خبزة التورتية السمرة فيه، بعدين حطيت قطع التركي ووزعت الخضار حسب ما أنتوا بتحبوا. أنا حطيت فليفلة ملونة، حطيت جزر، خيار، مخلل، جرجير، بتقدر تحطوا سبانخ. وجبة صحية سريعة بتقدر تاخدوها على الشغل، على المدرسة، تفطروا عليها زي ما بتحبوا، تتعشوا عليها أكيد. يا جماعة خلينا ناخد المقادير. بدنا خبز تورتية أسمر، أنا اليوم عاملة الوصفة بطريقة صحية جدا. بدنا تركي، بدنا جرجير، خيار وجزر، وبرضه بدنا فلفل ملون مقطع، وأنا ضايفة مخلل خيار، ممكن تضيفوا كمان زيتون، ربع كوب من اللبن الزبادي، معلقتين خردل ديجون، وبرضه ريحان مفروم، عصير ليمون، زيت زيتون وملح وفلفل. كتير بسيطة الوصفة. زمان كنت أعمل هاي الوصفة أخلط اللبن مع المايونيز، بس اللي عامل رجيم وعن جد بده يدير باله، بما إن عاملينه تورتية أسمر وعاملينه خضار ومش حاطين أجبان، لا خلينا كمان الدريسنج نعمله خفيف. أنا ما كصاجي الساعة 2 بالليل امبارح، فالحكي مش إلي أكيد. طيب ماشي. فأنا رح أحط المسترد، يعني اليوم عملته بطريقة صحية للدريسنج اللي بدي أدهن فيه الخبز. هاي عنا المسترد وعنا اللبن الزبادي. هون عندي ريحان طازة لازم ينقص يعني أو ينفرم قبل الاستخدام عشان ما بدنا إياه يدبل معانا. طب هلأ أنا حطيت اللبن وحطيت المسترد وحطيت الريحان المفروم الطازة، كتير رح يعطي طعمة بالدريسنج. رح أحط شوية عصير ليمون، ورح أحط شوية زيت زيتون، ورح أحط ملح وفلفل. هذا التورتيا الخبز المكسيكي، هذا على قمح كتير طيب وصراحة أخف، فرح أستخدمه اليوم. رح أحط شوفوا يا دوب معلقة ندهن من هذا الخليط وندهنها بهذا الشكل. إذن حطينا لبن، حطينا مسترد، حطينا ريحان، حطينا عصير ليمون، وحطينا زيت زيتون. أوكي هلأ رح نحط التركي. أنا اخترت يكونوا الكبار أكبر عشان يكون عقد السندويشة. هلأ هاي بنقدر نعملها إحنا نصين، خلينا نطول سكينة أرتب ونقصها بالنص. أوكي عشان كل قطعة، يعني أنت لما يعني بتاكل سندويشة يطلع لك تركي في كل محل، يا عيني. أوكي يكون مكبعة تجبيع، مش شيء فراغات وهيك. هلأ بدنا نحط الجرجير اللي عندنا، بتقدروا تحطوا سبانخ كتير بيطلع زاكي معاها. تمام. هون عندي خضار مقطعة حسب الرغبة، مثلاً أنا حاسة الخيار بيطلع كتير زاكي، الجزر، عندي فلفل ملون. أنا الهدف إنه زي كأنك أنت عم تاكلي وجبة صحية فيها كربوهيدرات، فيها خضار، فيها بروتين بطريقة خفيفة، بتقدروا تاخدوها على الفطور، تبعتوها على المدارس إن شاء الله. هلأ بس ترجع المدارس وأمورنا بتكون تمام التمام. طيب هلأ شايفين أنا هيك تقريباً حطيت كمان مخلل خيار عشان يعني تعطيها شوية فليفر، تقدر تحطوا فيها زيتون بيطلع كتير زاكي. في ناس الأكل عندهم زاكي يا شيف ديما، نفسهم نفس الوالدة.